واحد من أكثر الكتب تأثيرا في القرن العشرين، في كتاب التحول أو الميتامورفوز ديال فرانس كافكا، غريغور سامسا واحد الدري اللي خدام على والديه واختو، عايش واحد الحياة مملة ما بين الخدمة لا نافيت وماكلة الزنقة، غادي يفيق واحد نهاريات وغادي يلقى راسو ولا حشرة بشعة، وهنا مع الأسف غتبدا المعاناة ديالو، هذيك العائلة اللي كان في البداية كيعيلها ولا دابا مجرد عالة عليها. المهم ما غاديش ندخل بزاف في التفاصيل حيت هذا الكتاب كيستحق القراءة. غير وكان السؤال اللي يقدر يطرح لك على بالك وانت كتقرا فيه هو واش سامسا اللي فاق في الصباح هو نفس الشخص اللي نعس في الليل؟ ولا بغينا نطرحوا هذا السؤال بصفه عامه، شكون حنا غيالمو؟ واش انا مجرد كتله ديال اللحم والعظام او شي حاجه اكثر من هادشي، شي حاجه غير ماديه؟ واش انا جسم ديالي او شخصيتي افكاري والذكريات ديالي؟ شنو هي الحاجه اللي كتضمن لي بلي نجيب ديال دابا هو نفس نجيب ملي كان صغير وغادي نبقى نفس نجيب هنا واحد 10 او 20 سنه؟ هاد الاسئله كامله كتندرج في المساله ديال الهويه الشخصيه، اسئله اللي سهرات وشغلت البال ديال البشر منذ القدم، سواء كانوا فلاسفه، مفكرين، علماء او حتى فنانين، كل واحد عنده الراي الخاص وكل كيلغي بالغاه. فهاد الحلقه غادي نحاولوا انا وياك نفهموا المنطق والحجج ديال كل راي باش في الاخر نعرفوا الاجابه على السؤال شكون انا. خليك معايا. برنارد ويليامز فيلسوف اخلاقي انجليزي اقترح واحد التجربه فكريه اللي كتعطيك راس الخيط باش تعرف اشنو كيمثل بالنسبه لك الهويه الشخصيه. تخيل معايا باللي خطفك واحد المجرم ذكي وخطير خطر من المنياري، وملي حليتي عينيك كتلقى راسك مشدود مع واحد الشخص اخر نسميوه حنا سهيل. شويه حتى كيدخل هذا العالم وكيقول لك باللي هو ناوي يدير واحد التجربه، غادي يشد كاع المحتوى الفكري يعني معتقداتك وافكارك والشخصيه ديالك ويحولها في الدماغ ديال سهيل، ويشد افكار ذكريات وشخصيه سهيل ويديرها في الدماغ ديالك انت. غير وكان هنا فين غتبدا التجربه الحقيقيه، واحد فيكم غادي يعطيه 100 مليون والثاني غادي يعذبو، وانت اللي عندك الاختيار اشنو غادي تعزل. واش غادي تعزل المحتوى ديال دماغك وسط الجسد ديال سهيل، او الجسد ديالك اللي فيه المحتوى الدماغي ديال سهيل؟ بمعنى اخر واش غادي تخليه يعذب دماغك او الجسد ديالك؟ فالجواب على هذا السؤال غادي نلقاو جوج ديال النظريات اللي معروفين بزاف، اولهم نظريه الجسد اللي كانت متبنيه من طرف بزاف ديال الفلاسفه الاغريق بحال ارسطو، اللي كتقول لك باللي انا هو الجسد ديالي، ما حد مازال عندي نفس الجسم من نهار تزادي حتى نهار نموت، او بمعنى اخر نجيب ديال دابا هو نفس نجيب هنا واحد 10 سنين الا مازال عندي نفس الجسم. الا مشينا بهذا المنطق فراه غريغور سامسا اللي دوينا عليه قبيله ولا شخص اخر فقد الهويه ديالو ملي فاق لقى راسو حشره حيت ما بقاش عنده نفس الجسم. غير وكان هذه النظريه كتخلق لنا بزاف ديال المفارقات، من بينهم مفارقات سفينه تيسيس. هذه القصه ديال واحد السفينه اللي غيتخرج من ميناء ديال اثينا بواحد المجموعه ديال الناس باش يديروا واحد الرحله حول العالم. خلال هذه الرحله غادي يضطروا تدريجيا يبدلوا القطع ديال السفينه اللي خسروا، مره الشراع مره الخشب ديالها. ملي غادي يعاودوا يرجعوا لنقطه البدايه غادي تكون السفينه تبدلات تماما. واش في هذه الحاله نقدروا نقولوا على هذه السفينه باللي هي سفينه تيسيس الحقيقيه؟ ولا مشينا بعيد وشدنا نفس دوك القطع القديمه اللي بدلنا ودرنا بهم سفينه اخرى؟ دابا ولاو عندنا جوج ديال السفن اللي كيتشابهوا، اين واحده في هاد الجوج ديال السفن هي سفينه تيسيس الحقيقيه؟ ودابا غادي تقول لي اجاب مثال ديال السفينه البنادم. كيف ما هو الحال مع الفلوكه، جسم الانسان هو عباره عن اجزاء دائما التغير، الخلايا اللي كتكون الجسم ديالنا ديما كتجد، حتى حاجه ما كتبقى فيك ثابته من غير سميتك اللي تقدر حتى هي تبدلها الى رشقات لك. غير ملي بديتي الفيديو حتى لدابا راك تبدلت. دابا ملي عرفنا باللي الجسد واحد الحاجه ديما كتبدل، واخا هذه ماشي شي حاجه جديده، ولكن السؤال اللي يقدر يجي من بعد هو شحال نقدروا نبدلوا واحد الحاجه وتبقى كيف ما هي؟ الا خدينا المثال ديال واحد الحفنه ديال الزرع وحيدنا منها حبه وحده، واش غادي تبقى حفنه؟ بطبيعه الحال اه. دابا الا بقينا كنحيدوا حبه بحبه، شحال نقدروا نحيدوا من حبه باش هاد الحفنه ما تبقاش حفنه؟ بمعنى اخر شحال نقدروا نحيدوا منك انت باش ما تبقاش انت؟ الا قرعنا لك مثلا واش غادي تبقى نفس الشخص الا فقدتي يد او رجل؟ واش غادي تبقى نفس الشخص الا حيدنا لك اعضائك الداخليه كامله؟ واش غتبقى انت هو انت؟ ملي كتاخذ هاد الهضره كامله بعين الاعتبار كيبان لك بلي نظريه الجسد ماشي هي واحد النظريه كافيه باش تمثل مفهوم الذات، ماشي هي الجواب على السؤال شكون انا. كيفاش واحد الحاجه اللي كتبدل ديما تقدر تحدد الهويه ديالي؟ وهذا الشيء بالضبط اللي وصل ليه جون لوك اللي هو واحد الفيلسوف انجليزي. قال لك سيدي بما ان الجسد واحد الحاجه اللي ديما كتبدل، دونك الجزء الوحيد اللي كيبقى ثابت في هذا الشيء كامل هو الجزء الغير مادي، هما الذكريات ديالنا. بالنسبه للمؤيدين ديال نظريه الذاكره كيقول لك باللي نجيب ديال دابا هو نفس نجيب ديال الثلاث اللي فات الا مازال عاقل على راسو في ذاك الوقت، ما حد بيناتنا ذكريات مشتركه، دونك انا وياه مازالين نفس الشخص. الا مثلا شي نهار حليتي الفيسبوك ديالك وضربتي طلا على ليستاتيو قدام اللي كنتي كدير، تصاور القدام اللي كنتي كتلوح، غادي يبان لك واحد الشخص اخر مختلف عليك تماما، لا من ناحيه الجسد لا من ناحيه الاذواق والشخصيه. ما كتكرهش ترجع بالوقت ديك الساعه وتصرفقها معاك، غير وكان مع الاسف ما حدك مازال عاقل على ديك الفتره، راه انت وياك نفس الشخص. غير وكان ملي كدورها مزيان في دماغك كتلقى باللي حتى هاد النظريه مبنيه على واحد الحاجه اللي هشيشه بزاف، واللي هي الذاكره ديالنا. هاد الذاكره اللي من السهل التلاعب بها، من السهل انك تزرع ذكريات مزيفه في الدماغ ديال الانسان. دماغك كيدير هاد البلان دائما بلا ما تحس.
إليزابيث لوفتس، عالمة نفس معرفي مختصة في الذاكرة البشرية وأستاذة في جامعة واشنطن. كتبت في مقال ديالها في ساينتيفيك أمريكان عام 1997 القصة ديال نادين كول. هاد السيدة كانت ممرضة ومشات سنة 1986 لطبيب نفساني باش يساعدها تعمل واحد الصدمة نفسية اللي وقعت لها في ديك الوقت. المهم هاد الطبيب النفساني بقى عليها بتنويم مغناطيسي وطرق إيحائية باش يحاول يتخلص من دوك الذكريات المدفونة اللي عندها. المهم بعد واحد المدة هاد السيدة ولات مقتنعة 100% باللي عندها ذكريات مخزونة على واحد الفترة فين كانت واحدة من عبادات الشيطان، فين كانوا كيذبحوا الحيوانات ويشربوا الدم ديالهم، أنها وقع عليها اغتصاب وكانت تعرضت للعنف الجسدي ملي كانت صغيرة. كانت كتعتقد أيضا أنها عندها 120 شخصية، وخا هادشي في الحقيقة عمر وقع عليها، ولكن في الأخير ملي عرفت باللي هادوك غير ذكريات مزيفة، دعا الطبيب النفساني بسبب الممارسات الخاطئة، وفي مارس سنة 1997 حكمت لها المحكمة بتعويضات كتوصل $2.5 مليار. هذه غير واحدة من بزاف ديال الحالات ديال الزرع ذكريات مزيفة بسبب الخدمة الناقصة والطرق الغريبة ديال الأطباء النفسانيين. دابا من مورا هاد الخبير اللي خبرت عليك، واحد السؤال اللي غادي يجي من بعد هو علاش كيوقع هادشي. اللي خاصك تعرف هو ان حتى شكون كيطرح السؤال، مثلا شخص عنده سلطه في حل الحاله ديال الطبيب النفساني، وحتى الطريقه كيفاش كيتطرح هذا السؤال كتلعب دور كبير في الاجابه النهائيه. مثلا الا خدينا المثال ديال واحد الجلسه في محكمه والمحامي كيسول واحد الشاهد رئيسي في القضيه، الا سول هذا المحامي سؤال في حال واش المتهم كان في لوطيل في وقت الجريمه، هنا الشاهد يقدر يجاوب سواء باه سواء لا، سواء شافو سواء ما شافوش. ولكن الا بدل المحامي طريقه صياغه السؤال وسولو مثلا فين بلاصه بالضبط في لوطيل كان المتهم فوق الجريمه، سؤال فحال هذا كيفترض مسبقا بلي المتهم كان ديجا تما، كان ديجا في لوطيل، ربما هو ما كانش اصلا، ولكن الشاهد يقدر تفكر ذكريات مزيفه وطيح للسيد البطل واخا هو من وهاش. ولكن شكون كيطرح السؤال كيف ما قلت، كيفاش كتعبر او كتصيغ هذا السؤال كيأثر مباشره على شنو كتقدر تفكر. هادشي كيبين لك بلي اوصاف اللي كنطلقوا على الذاكره ديالنا فحال ذاكره دقيقه او فعاله هما اوصاف خاطئين تماما في الوصف ديال الذاكره. بزاف ديال الحوايج كيوقعوا في الدماغ ديالنا حنا ما عندنا حتى شي تحكم فيهم، كيسحب لنا باللي حنا هما الربان ديال هاد المركبه اللي ساكنين فيها، ولكن في الاغلب ديال الوقت كنكونوا مجرد راكبين مع واحد الخطاف اللي سميتو اللاوعي، خطاف اللي ما عارفين عليه والو. نرجع دابا للموضوع ديالنا. من بين الحجج اللي ضد نظريه الذاكره هي ديمنشيا او لا فقدان الذاكره في حال الزهايمر ديزيز. يعني الا درتي واحد الحادثه وفقدتي الذاكره ديالك، واش انت قبل من الحادثه هو نفس الشخص من بعد منها؟ ولكن بلاتي علاش ما نكونوش حنا من البداية ديال الفيديو غاديين في واحد الطريقه غلطه؟ علاش ما يكون الكونسيبت او المفهوم ديال الذات او الانا هو مجرد وهم؟ وهم كيطبقوا الدماغ ديالنا. غير بين قوسين ملي كنقول وهم راه ماشي معنيته واحد الحاجه اللي ما كايناش بخطره، ولكن كندوي على واحد الحاجه اللي ما كنشوفوهاش على حقيقتها، وهذا الشيء كيبان واضح اكثر ملي كندخلوا في الامراض النفسيه والعقليه واختلالات ديال الشخصيه. متلازمة نزاهة الهوية الجسدية أو لا Body Integrity Identity Disorder. الناس اللي متصابين بهذه المتلازمة مآمنين 100% باللي كان خاصهم يتزادوا بواحد الإعاقة، بالنسبة لهم إيديهم أو رجليهم هي واحد الحاجة أو واحد الجزء زايد ماشي ديالهم، كيوصل بهم الأمر أنهم يقطعوا رجليهم أو داك العضو اللي زايد غير باش يحسوا براسهم كاملين. في حال الحالة ديال واحد السيدة ملي كان عندها 6 سنين وهي مآمنة باللي كان خاصها تزاد عمية، كانت ديما كتغطي عينيها باش ما تشوفش وبقات بحال هكا مع جلسات العلاج، حتى في الأخير قررت هي والطبيب ديالها انها دير المقاطع لعينيها باش ما تبقاش تشوف. هي كانت كتقول باللي واخا كانت كتالم وكتحس بالعافيه الشعلة لها في وجهها وفي عينيها، ولكن كانت كتحس بواحد الرضا وارتياح كبير حيت اخيرا لقات الذات ديالها، وحسات بواحد السعاده كبيره بزاف حيت بالنسبه لها وصلت لذاك الشيء اللي بغات، ولات انسانه كامله مره اخرى. كل ما كتعمق في هذه الحالات كل ما كتحس باللي حنا كائنات ضعيفه، وهذا الشيء كيبان اكثر ملي غندوز المثال التالي لاغرب واكثر من اللي سبق. سنة 1780 شارل بوني كانت في الكوزينة كطيب شوية، ما جات فين دور مع الدورة مع الزرقة موقفاش حتى جات على راسها. هاد الصدمة خلاتها تغيب واحد المدة. مهم اللي فقت من بعد هاد السيدة ولات مآمنة باللي راها ماتت، ولات كتقول لبناتها باللي خاصهم يكفنوها دغيا ويدفنوها. وهادو هما الأعراض ديال متلازمة كوتارد واللي هي أقرب حاجة للزومبيفيكاسيون. هاد المتلازمة هي واحد الاضطراب نفسي اللي كيتعتبر واحد من الأعراض المتقدمة ديال الفصام أو الاكتئاب أو التلف الدماغي. مهم الناس اللي متصابين بهاد المتلازمة كيفقدوا الإحساس ديالهم بالذات، وكيبداو يتوهموا بلي راهما ميتين، بلي هما مجرد اشباح اولا الاعضاء الداخليه ديالهم متعفنه اولا ما كايناش اصلا، واخا تعيا ما توريه وتشرح ليه بلي راه مازال حي حتى حاجه ما كتحيد ليه هذا الوهم من الدماغ ديالو. ومع الاسف في الاخر كتوصل لدرجه انهم كيموتوا بالجوع او بالعطش، حيت بما انهم اشباح دونك ما عندهم لا شي ياكلوا. وهذا الشيء الا كان كيدل على واحد الحاجه فراه كيبين لنا بلي الدماغ هو مسؤول على كيفاش كنشوفوا الجسم ديالنا وكيفاش كنتعاملوا معاه. اي اختلال فيه هو اختلال في النظره ديالنا للذوات ديالنا. ودابا ملي كناخذوا هاد الهضره كامله اللي قلنا من البدايه ديال الفيديو بعين الاعتبار، شكون حنا غيالهم؟
يمكن حنا مجرد سرد، مجرد قصص كنقولوها لراسنا وكنامنوا بها، بحال هي الحقيقه والواقع ديالنا. الدماغ ديالنا كيحبك اولا كيخيط التجارب اللي كتوصلهم للعالم الخارجي باش يعطيها واحد الشكل ديال النسيج، قصه متناسقه الاحداث اللي هي الذات ديالنا او السنس اوف سيلف اللي كتساعدنا باش نفهموا الواقع ونتوقعوا المستقبل، بالرغم من ان معظم المعلومات اللي كتوصلنا من العالم الخارجي هي خاسره وشبعانه تقابل، ولكن الدماغ ديالنا محترف في الترقاع. يمكن حنا مجرد اقاويل كنخترعوها باش نتجنبوا الغموض. كيفما قلت دماغنا ديال فحال هكا ما كيحملش شي حاجه ما كيفهمهاش، كيستعمل اي طريقه باش ما يطيحش في هذه المصياده، كيحاول يعطي معنى لداك الشيء اللي ما عندوش اصلا معنى. حتى من الذكريات ديالنا ما كتكونش 100% دقيقه، وهذا الشيء كيبين لينا باللي الركائز علاش كنبنيو الواقع ديالنا وكنعرفوا الدوات ديالنا هي ركائز هشه وماشي دقيقه بما فيه الكفايه. يقدر يبان لك في الاخير باللي هذه المساله ديال الهويه الشخصيه ماشي شي حاجه، ولكن اللي خاصك تعرف باللي الاغلبيه لما قلناش كاع المعاناه والبؤس في الحياه ديال الانسان كيجيو من ديك النظره الخاطئه للذات. ما عارفينش شكون حنا، ما عارفينش الجوهر ديالنا، ما مصالحينش مع الدوات ديالنا. السعاده ديالنا كبشر مبنيه على فهمنا للجوهر ديالنا، مبنيه على الجواب ديال السؤال شكون حنا. المهم غادي نسدد الفيديو دغيا قبل ما نقلبها كلشي للتنميه البشريه.